في حماتي لشوك باشا. يعني فتحتي دولاب جدك من غير اذني وسمحتي للسي حماده بتاعك يلبس هدوم بابا الباشا؟ اقلع البدله دي. اقلع انت الاول. يعني الباشا بقاله زمان ما حضرش حفله تنكريه. الكسوه بتاعتك دي عجباني قوي، تبيعها؟ مش هتقدر على تمنها، اصلها اصلي. انا عارف عارف، انا تاجر تحف. طب عايز كام؟ عايز كام تحت السينما دلوقتي؟ ممكن بس. والكلسون والفانيلا برضو تنكريه لعلمك. تمنهم بقى. مش عارف ترقص من حد غيري. تبقاش بالجير. ها؟ ايه؟ بالجير. يعني ايه بالجير؟ يعني راجعي. راجعي بقى.